أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. اليوم مازلنا نواصلوا رحلتنا في بلدية الساحل. اليوم باش ننزلوا معنا إن شاء الله ضيوف على بلدية المكنين، هذه البلدية اللي نعرفوها من أكبر البلديات في الجمهورية التونسية. اليوم باش نستقبلوا معاكم، أو بالحقيقة هو باش يستقبلنا سي منجي شريف رئيس البلدية المنتخب، كيكا باش نتعرفوا عليه أكثر، باش نشوفوا أهم برامج القائمة الانتخابية اللي وصلته لرئاسة البلدية، كيف كما باش نشوفوا معاه أهم مكونات هذا المجلس البلدي اللي تنتظر فيه اعمال كثيره، وان شاء الله يا ربي ندعو لهم الا بالتوفيق، وكيف ان شاء الله باش توجه بكلمه لمواطني واهالي المكنين. سي المنجي مرحبا بك، اهلا وسهلا. سي المنجي اهلا وسهلا بك، وكما قلت لك ان شاء الله ندعو لكم الا بالتوفيق. اما لو كان نتعرف عليك اكثر ونقربوا صوره سي المنجي شريف للساده المواطنين اللي ربما ما يعرفوش سي المنجي. مرحبا بكم. منجي شريف من مواليد المكنين، مهندس رئيس في قطاع الفلاحة، وتحملت عديد المسؤوليات خلال حياتي المهنية، إضافة إلى العمل في صلب وزارة الفلاحة لمدة 20 سنة. تحملت مسؤولية رئاسة بلدية المكنين لدورتين، ثم تحملت مسؤولية عضو مجلس النواب لدورتين أيضا، عضو مجلس المستشارين لدورة، وعضو بالمكتب التنفيذي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لدورتين، رئيس النادي الرياضي المكني، عضو بالهيئة البرلمانية للأمور المتوسطية سابقا، وعضو مؤسس للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. والآن كنت مترشح على قائمة النداء بالنسبة للمكنين، وفازت بثمانية مقاعد، إضافة إلى القائمة الأخرى. تعرفوا أن بلدية المكنين فيها 30 عضو، وتوزيع المقاعد حسب القائمات 8 للنداء، 4 للنهضة، 5 لقائمة مستقلة ما فاتنا شيء، 5 لقائمة مستقلة الإقلاع، و3 لقائمة مستقلة متاع سي سمير بلزرك، و3 لقائمة مستقلة أخرى فسي خالد بلطيفة. هذوما 20 عضو اللي يكونوا المجلس البلدي. احنا منذ انتخاب رئيس المجلس ومساعدي رئيس المجلس، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سيقع انتخاب رؤساء اللجان، ما عدناش نحكيه على قائمات. القائمات فترة معينة، استحقاق سياسي تم في ظروف طيبة. بالمناسبة نشكر كل الناخبين والناخبات اللي قاموا بدورهم وبواجبهم الانتخابي، ثم نشكر أيضا كل من ساهم في نجاح هذه المحطة، من سلطة يعني أمنية، من سلطات عسكرية، من الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، يعني عديد الأطراف اللي ساهموا في نجاح هذه المحطة، وبالخصوص سادة الناخبين والناخبات. احنا ملتزمين تجاه أولئك السادة أن مش ونتعهد بالعمل وتسيير هذه المؤسسة البلدية اللي نعتبرها مؤسسة أساسية ورئيسية أولا في المسار الديمقراطي اللي تسعى إلى بناء تونس، وأيضا دورهم في دورة المؤسسة في تسيير الشأن العام المحلي في إطار قانون جديد يعني يضبط معناها دور الحوكمة المحلية وترشيد الحوكمة المحلية في كل مستويات. وهذه نعتبرها محطة هامة في تاريخ تونس الحديثة، ونأمل أن نحقق يعني إنجازات في هذا المجال، إنجازات تهم المواطن بدرجة أولى من خدمات، لأن المؤسسة البلدية هي مؤسسة خدمات بدرجة أولى، وعندها دور في تحسين مستوى العيش وفي جودة الحياة وفي كل يعني ما يتعلق بحياة المواطن، فضلا عن دورها أيضا بالنهوض بالبلاد وبعث المشاريع و خاصة توفير البنية التحتية الملائمة لذلك. وفي البرنامج اللي عملناه كبرنامج انتخابي، احنا نطمح الى الارتقاء بمدينة المكنين، ووضعها في يعني اطار البرنامج هذا متاع المدينة الذكية، رقمنت كل المعطيات لهذه المدينة وتسويق صورة هذه المدينة حتى تصبح قطب استثماري هام يجلب الاستثمارات المحلية والوطنية وحتى العالمية لخلق أكثر مواطن شغل، لأن هذه المعضلة الأساسية في تونس. ونعتقد أن البلديات عندها دور كبير في فض المشاكل الرئيسية المطروحة على المستوى الوطني، وإذا كان نطمح بأن نتطور بلادنا وأن نخلق مواطن شغل وأن نتجاوز هذا الانخرام اللي أصبحت عليه تونس في كل المجالات، أن ينطلق من القاعدة يعني من البلديات. سي المنجي، كنت تعطينا فكرة
على أهم ما ورد في برنامجكم الانتخابي. كما قلت أنت جيت على قائمة حزبية، دونك حبينا باش نشوفوا أهم الخطوط العريضة اللي خليتكم تكسبوا ثقة السادة الناخبين. بالنسبة للبرنامج الانتخابي كما قلت، فضلا على الدور التقليدي للبلدية، مش معناها الدور التقليدي، هو من أهم يعني دور البلديات هو النظافة وعناية المحيط وما إلى ذلك، وإحنا عندنا إشكالات بيئية كبيرة، خاصة تواجدنا معناها بتواجد صبخة المكنين هذه تطرح إشكالات كبيرة. فما عدة الأودية اللي يتعداوا في وسط المدينة، سواء واد عياد وإلا واد الغسيل، هذا هو مواضيع بيئية كبرى، إضافة إلى النظافة العادية اليومية اللي متعهدين بالقيام بها وتحسين مردود يعني كل الأجهزة المشرفة على هذا القطاع. فما النظافة والمحيط والعناية بكل ما هو كما قلنا محيط المدينة والمتساكنين، إضافة إلى أدوار أخرى كما قلنا أولا. ونعتقد أن من أهم يعني الأدوار المنتظرة هي تطوير موارد البلدية، لأن الموارد البلدية تقول لك هو المال قوام الأعمال، إذا كان ما فماش موارد كافية للبلدية ما تنجمش توفي بتعهداتها. نجي نقول لك مش نعمل طرقات، مش نعملهم الطرقات، نقول مش نحسن كذا، مش تعملوا، يلزم عندك موارد. البلدية المكنين عندها موارد محترمة مقارنة بالبلديات الأخرى، ولكن غير كافي، ومن واجب البلدية الحالية أو المجلس البلدي أنه يسعى إلى تطوير هذه الموارد. ما تحسنش من مواردك ما تنجمش تحسن من 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 مردودك، ما تنجمش توفي بتعهداتك، هذا شيء رئيسي. والموارد خاصة الموارد الذاتية في إطار كما قلنا القانون الجديد المنظم للجماعات المحلية، هذا أمر رئيسي وأساسي. ثم كما قلنا هو يفهم مقاربة جديدة، هي العمل التشاركي، هي التفتح على المحيط مع الجمعيات والمنظمات ومسطول حالة تسميته بالمجتمع المدني وما إلى ذلك. كل هذا العمل في إطار مقاربة تشاركية عامة ما بين المجلس البلدي والمؤسس البلدي عموما، وكما قلنا كل هذه الجمعيات والمنظمات، حتى نتوفق إلى وتفتح على يعني اقتراحات المواطنين، لأنك أنت تخدم في المواطن. البلدية شنو دورها؟ هي متقدمة لخدمة المواطن، وإذا فهمك التفاعل الإيجابي بين البلدية وبين محيطها سواء الخاص أو العام، لي كما قلنا تطوير المردود متاع شيء طبيعي. فما أدوار أخرى، وما تنساش أني بالنسبة لي كرئيس بلدية حالي عندي مجلس بلدي وعندي قائمات هي تقدمت ب يعني برامج انتخابية، أني من دوري باش ناخذ كل هذه البرامج نجمعها وناخذ، فما قواس مشتركة، فما نقاط تقاطع بين مختلف البرامج هذه، ولكن من واجبي أني ناخذ كل البرامج هذه في إطار مجلس بلدي عبر اللجان، لأن تعرف البلدية العمل متاعها هو عبر اللجان، عبر المكتب البلدي، عبر المجلس البلدي، وسنضبط برنامج معين في إطار مخطط، سواء يكون مخطط سنوي أو خماسي وما إلى ذلك، حتى تكون الرؤية لنا موحدة في صلب المجلس، لأن دخلنا بمعناها مصادر مختلفة، مش نجتمع في مصدر واحد اللي هو المجلس البلدي. دخلنا قائمات، دخلنا أحزاب، دخلنا مستقلين، أحزاب يعني سياسة، حساسيات سياسية مختلفة، وستجتمع في مجلس بلدي يكون موحد العمل متاعه كما قلنا في هذا الإطار، حتى نتجاوز بعض الخلافات، لأن مع الاختلاف نختلفه ولكن لا نتخالف، فما فرق ما بين الاختلاف والتخالف، نختلفه في الرؤى، نختلفه في الأولويات، نختلفه ولكن ما نتخالفوش، ما توليش لأن البعض يعتقد أن يعني هالخليط المزيج، باش ما نقولش خليط، المزيج قد ربما يطرح إشكاليات، بالعكس هو مزيج. احنا قائمتنا أو المجلس البلدي بتاعنا فيه مزيج من أهل الخبرة، ناس كبار شوية وناس صغار، معناها يعملوا الكيف. وبالفعل القانون هذا اللي متناصف رجال ونساء فتح أفق كبيرة للبلاد، ما نقولش المرأة فقط، لأن الأفق اللي تفتح للمرأة هي فتحت للبلاد، ومن خلال تعاملي معها في هذه الفترة القصيرة أني بالنسبة لي يعني متفائل جدا أن المجلس مش يكون فاعل ومش يكون يعني متفاعل أيما تفاعل إيجابي مع المحيط متاعه في مدينة المكنين. سؤال ثالث، سيد رئيس بلدية، لو كان تعطينا فكرة على تركيبة المجلس البلدي. هو في الواقع النيابة الخصوصية قيناها معناها عندهم برنامج كبير في الطرقات، وتنجموا حتى تخرجوا وتسجلوا ذلك، وهذا ينحييه النيابة الخصوصية على كل هذا المجهود اللي قامت به. احنا سنواصل في هذا الإطار. للأمانة اني مزلت كي بديت قاعد نطلع على الميزانية وعلى تنفيذ الميزانية وعلى المخطط وما إلى ذلك، يلزمني نطلع على واقع البلدية باش نعرف واقع الأولويات. نقول لك بكل صراحة، البلدية هي مؤسسة خدمات. شنو هي الخدمات؟
أولا الخدمات النظافة والبيئة والعناية بالمحيط. أنت كمواطن ما لا تقوم الصباح إذا كان ما زولكش البوبالة قدام دارك تعتبر أن البلدية مخلة بواجبها وعندك حق، هذا الدور الأساسي. إذا كان تخرج وما تلقاش معناها منين تمر مرور معناها مرن تقول البلدية مخلة بواجبها. عندنا حركة المرور مشكل، عندنا في مدينة المكنين ومدينة قصر العلوم تعرف عندنا منطقة اكتظاظ، عندنا مشكل الانفجار العمراني مش توسع عمراني، عندنا انفجار، عندنا ضغوطات، لازم البلدية تساهم في هذا المشكل. يعني بكري برك باتصال مع المديرة الجهوية اللافهاش الوكالة العقارية للسكنة ومش نعمل جلسة عمل في أقرب وقت باش نشوفه، يلزمك تساهم في فض مشاكل السكن في المدينة. مش معقول باش يقع احتكار الأراضي المعدة للبناء، وهذا في إطار استغلال المجال الترابي وحسن استغلاله عبر وضع مخطط مديري لذلك تفض مثل هذه المشاكل. تقول شنو الأولويات؟ الأولويات متعددة وعديدة ولكنها تهم بدرجة أولى المواطن حياته، احنا نهتم بتلك النواحي. وكما قلنا في الخدمات الاخرى، الخدمات الاداريه، يعني تدخل باش تاخذ مضمون حاله مدنيه اذا كان تقعد ساعه تستنى في مضمون حاله مدنيه مش معقول. اذا كان تقعد ساعه في العرق تصب خب في الصيف هذا يزيد وتستنى في وثيقه من الوثائق مثلا تعمل مطلب لرخص البناء وامشي غدوه اجي اليوم ولا تقعد نصف شهر ولا شهر مش معقول. احنا مش نضغط قدر الامكان على فتره انتظار المواطن فيما يتعلق بالخدمات البلديه، وهذا مش سهل راه ولكن مش مستحيل. ننتظر في تركيز اللجان باش ينطلقوا في أشغالهم. يعني قاعد نعمل في ما يمكن القيام به معنا من عمل يومي مبدئيا، ولكن الانتظارات كبيرة. الأسواق كما قلت سيادتك فما مشاكل كبيرة، ولكن ما نساوش فما مردود كبير من طرف الأسواق. الأسواق تدخل بلدية المكنين أكثر من 3 مليارات رو. ما بين سوق الجملة وما بين سوق العام وما بين المصلخ وما بين وما بين، معناها هي مدينة أسواق بالدرجة الأولى، لأن المكنين جاية في مفترق طرقات. تعرف مدينة المكنين عندها 7 مداخل، 7 مداخل، وعندها عمق جغرافي في القرى المجاورة كما عميرة وكما شرحيل وكما سيدي منور ومنزل فارسي، وعندنا أيضا يعني قرب لمدينة قصر هلال اللي هي مدينة ضخمة، ونعتبر مدينة المكنين وقصر هلال هما مدينة واحدة برأسين، اون فيل بسفال. كلمة توجهها للسادة مواطني وأهالي المكنين بالنسبة للمتساكنين مدينة المكنين، أني نحييهم أولا ثم نتعهد لهم أني مش نتعامل معهم في إطار القانون بدرجة المساواة، وعندي مهمة كبيرة برشا برشا أن الثقة بين المؤسسة البلدية والمواطن يلزمها تكون بدون خطأ، زيرو فوت، هذا نتعهدوا به فيما يتعلق بالتسيير الأمثل للشؤون البلدية. ضمن كما قلت لهم في يعني في مناسبة معينة أن نسعى إلى تسيير المؤسسة البلدية بمواصفات جودة عالية، فإحنا مش نسير المجلس البلدية كما قلنا بمواصفات عالية. إيش معناها مواصفات جودة عالية؟ تعرف التسيير هو عنده أمور علمية، ونعرف إحنا عندنا حتى في تونس المؤسسة ذيك الليوروبي ما عبر عليه بالليوروبي معناها اللي تنظر في المواصفات الجودة بالنسبة للصناعة والتجارة وما إلى ذلك. إحنا مش نسعى أن نسير المؤسسة البلدية بتلك المواصفات، هذا ما نتعهد به للمواطنين. مش نقول نعمل لك الطريق الفلاني ولا الطريق هذا كم بعد تاني مش يجيب طبيعته، ولكن منهجية العمل اللي أهم هي منهجية العمل. احنا مش نتعهد بأن تكون العمل متاعنا خاصة في التسير الإداري والمالي بشفافية مطلقة، والنفاذ إلى المعلومة مش يكون متاح، وهذا يخوضوها لي عهد أن باش هذه الشكوك وما إلى ذلك، لأن احنا قاعدين نعيشوا في بلادنا في تونس بصفة عامة فترة من الشكوك وفترة من عدم الثقة. ما ننكروشي ما نخبيوشي، قدر إذا كان ما تفهمش الموضوع كما هو وما تحكيش عليه بالصدق الكافي قد يتجاوزك الموضوع. فاحنا قلنا مش نسيروا البلدية بهذه المواصفات، من بعد مش يجيب طبيعتها الطرقات والبيئة والنظافة و هذا كان مش يجيب طبيعته. احنا نبدأ بالأصل ثم نمر إلى الفروع.